طبعا من خلال عرض اليوم شركة بيئة طرحت عدد كبير من الفرص من خلال منظومة الاقتصاد الدائري، سواء كانت في مجال إنتاج الطاقة من النفايات أو إنتاج الغاز الحيوي أو مجال إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. المشاريع مجملها طبعا بقيمة فوق 1 مليار ريال عماني، وصراحة توفر فرص فوق 3000 ل 5000 وظيفة في أرجاء السلطنة المختلفة. عندما طبعا ننظر لإعادة التدوير، عندنا مواد النفايات الإلكترونية كمواد البناء والهدم، كبطاريات سيارات وغيرها، وعندنا أيضا المواد العضوية لإنتاج السماد وإنتاج الغاز الحيوي. طبعا الاستثمار كله مفتوح للقطاع الخاص، واحنا طبعا فتحنا فرص كبيره للمؤسسات الصغيره والمتوسطه اللي هي طبعا مملوكه بالكامل للمواطنين العمانيين. ومثل ما شفنا اليوم طبعا عدد كبير من الشركات الحاضره اليوم مملوكه للشباب العمانيين، وهم يقوموا بعمليه اعاده تدوير وغيرها.